صباح الخير عليكم. بانش بوكس كده على السريع لاول يوم عشان احنا مزنوقين. انا جاهزه وجوسي جوه لسه بتجهز. بصوا انا بهتم اكتر حاجه بالاكل الصحي كده، فمن اول يوم كده عايزه اقول لكم انا ببقى مظبطه موضوع الاكل الصحي اكتر وببقى مهتمه بيه. بجيب لها كده توست ماشي، وجبنه بيضه، جبنه بيضه، جبنه كريمي، اي جبنه كده ايه سايحه تكون موجوده عندكم قشطه وتمام وتمشي، ونسهلها على نفسنا. لان انا اللانش بوكس ديت حرفيا المفروض ان هي تجهز بالظبط في 10 دقائق يا جماعه. طبعا النهارده اول يوم في الدراسه، جوسي بتجهز دلوقتي جوه، واحنا زي ما احنا عارفين اول يوم ده بيبقى كعبله في الصحيان والدنيا بتبقى الوقت مزنوق، بس يعني اهو بنقول. طبعا اكتر حاجه بوصي جوسي عليها في اول يوم ان هي تاكل اكل، هي المفروض تاخد وجبه للفطار، وبعمل لها كده ايه سندوتش تاني تصبيره كده للغدا لحد ما بتيجي. انا هنا حطيت الجبنه البيضاء اهو، بصوا كده على السريع، وده كده تركي اهو ماشي الاتنين. بصوا انا مش بتاعه حبشتكنات قوي، يعني ايه خير الكلام زي ما بيقولوا كده ايه مقله ودقل ماشي تمام. انا بعملها لها بالمنظر ده كده، وبقسمه لها بس كده بالنص عشان تعرف تاكله. هي مش بتحب تاكله مثلثات يا جماعه، في ناس بتقسمه مثلثات وبتنشفه، بس هو ده كده الساندوتش. بصوا انا بحب ايه انجز كده، لو حسيتوا ان التوست معاكوا يعني مش لازق بنحط جبنه على الناحيه الثانيه كده سنه بسيطه عشان هي ايه تلزق بس معانا اهي، تحس يبقى الساندوتش كده ماسكين. بس انا بحب الف الاكل بتاعها عشان لما تيجي تفتحه ما تلمسوش في المدرسه، لو مثلا ما عرفتش تغسل ايديها فتفتح ناحيه وتاكله كده ايه من غير ما توسخ ايديها. ادي كده عندنا اللانش بوكس اهي. عايزه اقول لكم اول يوم دراسه دوت بيبقى الدنيا مشدوده، وبنتعرف على ناس جداد في المدرسه، واهم حاجه بوصي عليها جوسي في اليوم ده، ويا ريت كلنا نوصي بجد اولادنا والناس اللي بتتفرج عليا من الاطفال، ان احنا بنتعرف على صحاب جديده شكلهم جديد، فنهتم قوي ان احنا ما نميزش حد، ما نتنمرش على حد. ايه ده بص ده تخين ازاي، ايه ده بص ده مش عارفه شعره عامل ازاي، عشان انا بحس ان اول يوم بتبقى الدنيا في الموضوع ده كده ايه في ناس بتفوت منهم يا جماعه، فنخلي بالنا تمام. بصوا اهو انا بحب الحاجه كده تبقى مقفوله، الساندوتش بتاعتها تبقى مقفوله، ده كده رغيف توست كده بالجبنه. وطبعا للغدا بصوا العيش الابيض ده، انا عندي جوسي مش بتحب تاكل عيش كتير، فانا هاخد كده الوش بتاعه بس عشان هي مش بتحب العيش يبقى تخين كده تمام اهو، وهي اكلتها المفضله واكلت كل الولاد بنيه اهو. انا محمره لها قطعتين بس اهو العيش ده. هنا نرجع لموضوعنا تاني، فاحنا بنوصي ولادنا ان احنا ما نتريقش على حد، ما نميزش حد، ما نسالش حد عن اي تفصيله تخص شكله تمام. بصوا اهو طبعا المفروض ان جوسي بتحب عندي ده بالكاتشب، بس انا مش بحب خصوصا ان احنا لسه برضو الجو مش ظابط قوي، فبلاش سوائل او مثلا صوصات الكلام ده كله، لان هي بتخلي عمر الحاجه عندنا يوم. وبرضو بلفها لها في ورق زبده بالمنظر ده، بحيث ان هي تفتح يا جماعه ناحيه والناحيه الثانيه تمسك منها الساندوتش من غير ما ايديها تتوسخ تمام. اهو كده انا عملت لها رغيف التوست، وعملت لها زي ما بقول لكم كده الساندوتش البني بس. وبعدين ممكن كده بحط لها لبن، طبعا ده اساسي معانا اهو. جوسي بتحب الكاتشب ومايونيز، فبحط لها كده كيسين برده هي بتفتحهم هناك. بتاخد فاكهه وخضار، الفيتامينات والحاجات ديت هي اكتر حاجه مهمه ليهم لاجسامهم في السن ده. هنا بصوا انا عامله لها خضار ومقطعاه من بالليل ومجهزاه. بصوا ده كده جزر عندي، طبعا ايه بقى بحاول ان انا افتح نفسها عليه، ان انا زي ما انتم شايفين كده بقى ايه بقطعه لها باشكال. خلاص يا جوسي ده. ما هو بصي بقى مش اي حاجه ده ورد كمان. والناحيه الثانيه انا بحب احط لها ممكن فاكهه، اي فاكهه بقى موجوده عندنا. هنا انا عندي جوافه قطعت لها واحده، بصوا برده كده خدت حرف وعملت لها بيها ورد عشان افتح نفسها عليها. وممكن برده كان عندي بلح لانه حلو برده بيدي باور، قطعته برده نضفته لها وغسلته لها وعملت لها بالمنظر ده عشان اسهل عليها الدنيا. هناك انا بحط لها من العيدان ديت اهي اثنين كده او ثلاثه بتاكل بيهم. بتحب قوي بسكريم، ممكن بقى ناخد العصير لو حسينا ان في مكان عشان تقفل بس كده تمام. وكده ابقى خلصت اللانش بوكس بتاعتي في اسرع وقت اهو، فاكهه وخضار.
قلبي كل سنه وانت طيبه، سنه سعيده يا رب عليكي كده بالنجاح والتوفيق والدلع ده كده يطلع في التركيز بقى. وبقفل اللانش بوكس بتاعتي كده. الموضوع خلص؟ لا ما خلص. ماشي احنا بعد كده الميه اهي انا مجهزاها لها. خدي بقى الجوس شيليها بقى دي بتاعتك. واحنا ماشيين يا جماعه لحد ما البريك بيجي، فعلى السريع كده بعمل لها سندوتش بس جبنه، لمجرد انه جسمها بس كده يشتغل وعقلها، عشان احنا زي ما احنا عارفين ان التركيز مش هيجي غير لما هناكل. احنا اول بريك عندنا زي ما بقول لكم كده ممكن مثلا بعد حصتين ثلاثه، فبتقعد ساعتين ثلاثه هتروح جعانه ما ينفعش. فبعمل لها كده واحد، وممكن مثلا نحط تركي بقى ده حاجه خفيفه انا ما بزودش فيه اهو تمام. وبلفه كده بورق زبده برده من ناحيه واحده في ايديها وهي ماشيه. بقفلهولها كده من هنا. ده كده الفطار بتاكله في السكه، لازم ولادنا ياكلوا اي حاجه قبل ما ينزلوا. ده غير اللانش بوكس، زي ما بقول لكم التوست لوحده ممكن ينفع لو اليوم قصير، لكن لو اليوم عندنا طويل لان احنا بنقعد لحد 3 فاليوم طبعا ما بيكفيناش وجبه فطار، فبناخد كده سناكس وبناخد حاجات تانية معاها لحد ما بترجع لي. ولازم نهتم برده في الغداء لما بتيجي، وخصوصا في فتره الدراسه ان لازم يكون عندنا فيه بروتين وفيه خضار وفيتامينات، ولازم تهتموا بالتغذيه حلوه قوي، لان ده اكيد اكيد شور يعني بيأثر على نموهم وعلى تركيزهم. وسنه سعيده عليكم، يا رب يكون افدتكم. وانا تكوي كده على السريع عملت لكم لانش بوكس عشان لازم ننزل حالا عشان نلحق المدرسه. باي باي.